حضراتكم لموضوع تاني ونطمن على أحوال الطفل المغربي ريان اللي كل العالم بيتابع أخباره لحظة بلحظة، وإحنا قلنا لحضراتكم إن إحنا هنكون موجودين مع حضراتكم علشان نتابع مسألة انتشال الطفل المغربي ريان من داخل هذا البئر. ودلوقتي خلينا نقترب أكتر ونطمن أكتر على ريان من الأستاذ السعيد قدري الصحفي، طبعا معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا فندم، ولو تقول لنا اخر الاخبار ايه. احنا كنا بنتكلم انه تقريبا عمليات الحفر اليدوي مستمره وهم على بعد متر ونص يمكن من ريان، لو تطمنا على حاله ريان الصحيه، على مساله الحفر وصلت لحد فين. صباح الخير سيدتي، اهلا وسهلا بك، مرحبا بالجمهور ومتتبعي صباح الخير يا مصر. بالفعل حالة من الترقب تسود الآن هذا المكان، حيث نتواجد مكان الممر الخاص المؤدي إلى البئر الذي سقط فيه الطفل ريان منذ الساعة الثانية من بعد زوال يوم الثلاثاء الماضي. حالة ترقب وسط السلطات المحلية، وسط المواطنين الحاضرين من كل المدن المغربية والذين يتابعون أيضا هذا الحادث مباشرة سواء عبر الفضائيات والقنوات والمواقع الإعلامية المغربية والعالمية. الآخر المعطيات تشير إلى قرب فرق الحماية من الوصول إلى المكان الذي طبعا سقط فيه طفل ريان ذو الخمس سنوات. لم يتبقى سوى امطار قليله، حوالي متر ونصف او مترين، على الوصول طرق الانقاذ الى المكان من اجل انقاذ الطفل ريان ونقله على سياره اسعاف مجهزه ثم بعدها عبر مروحيه طبيه الى احدى المستشفيات شمال المغرب. الاكيد ان معطيات اخرى تشير الى ان توقف طبعا انهيار الاتربه من في المكان مما سهل من معموريه الفرق الحمايه ولم يعقبها بتاتا، لان كان الامر خطير وكانت العمليه معقده وتتطلب حفرا يدويا عوض الاعتماد على الحفر الالي. عظيم. طيب سيدة سعيد، احنا طبعا بكل تأكيد مش هنعرف دلوقتي ولا حضرتك ولا أي حد يعرف حالته الصحية عاملة أي غير بعد ما يخرج، لكن هل في أي حاجة تؤكد أنه هو بيأكل أو بيشرب خلال هذه الفترة؟ بالنسبة للحالة الصحية للطفل ريان فهناك تأكيدات تشير إلى أن عملية تضخ الأكسجين وإنزال قنينات الأكسجين إلى داخل البئر على عمق 30 متر ما زالت مستمرة. شاهدنا قبل يومين فقط كاميرا خاصة وهي تنقل صور، وقد التقينا بوالد الطفل ريان ووالده وأكد أنهما شاهد حركة بسيطة بيد الطفل ريان، لكن بعد اليومين الأخيرين وإلى حدود الساعة طبعا لم نتمكن من الحصول على صور ومتابعة ما يجري طبعا في عمق 30 متر، ولكن جميع المسؤولين جميع السلطات جميع المواطنين يتمنون أن يبقى أن يكون طفل ريان قد بقي على قيد الحياة. طيب سيد سعيد، احنا عارفين أنها عملية تقنية معقدة، عملية الإنقاذ ما هياش سهلة، فلو نشرح للناس بتتم إزاي مسألة الحفر، وهل مثلا يعني أنا قريت في بعض الأخبار إنه تم في حالات مشابهة وتم إنقاذ الإنسان اللي كان موجود داخل هذا البئر، فهل حضرتك عندك معلومات عن ده؟ لا بالفعل كانت هناك حالة واحدة فقط قبل سنوات في مثل هذه الحالات في إحدى الدول الأمريكية اللاتينية. هذه أول حالة هنا بالمغرب والتي يتم التعامل معها بطريقة تقنية وبوضع خطة إنقاذ محكمة.
حيث تم الزج بآليات لرصد تحرك التربة والأتربة، وكذلك هناك آلية لقياس حركية التربة داخل الممر المؤدي. هناك نفق صغير تم تزويده بأنبوبين كبيرين من الإسمنت، ومنهما تم وضعهما بطريقة أفقية باتجاه البئر من الممر الخاص الذي تم حفره، وهو على عمق 32 متر، أي أن طفل ريان يوجد في الأعلى. وهذا هذه ما تقضيه الخطة التي وضعتها لجنة الإنقاذ. طيب، هل عملية الحفر ما زالت مستمرة؟ لأنه كان من كام ساعة كنا قرينا خبر بأنه في بعض الأمور أو التشققات الصخرية هي اللي بتعيق عملية أو استمرار عملية الحفر، هل دلوقتي عملية الحفر مستمرة؟ نعم، وكما هل أدري لا أدري هل تسمعون صوت مولد الكهرباء، كان قد توقف في اللحظات والساعات الأولى من عملية الحفر نتيجة الانهيارات، لكن الآن منذ ساعتين عملية الحفر متواصلة بطريقة يدوية وباستعمال مبرد كهربائي صغير وليس مبرد كبير. الهدف هو وقف انهيارات التربة، ولكن لم نشاهد بتاتا منذ ساعتين أي انهيار أو أي تدخل للجرافات، لأن كلما حدث انهيار إلا وتدخلت جرافتين وتوقفت العملية وتوقف هدير محرك مولد الكهرباء. احنا شفنا منذ قليل أنه الحفر بيتم بصورة يدوية شوية لتجنب مسألة الانهيارات الصخرية لا قدر الله داخل هذا البئر. لو حضرتك تقول لنا الفرق الموجودة، فرق الإنقاذ دي بتكون يعني مكونة من أفراد عاملين إزاي؟ هل في مثلا في فرق من يعني علماء الجيولوجيا؟ هل في أطباء متخصصين مثلا يعرفوا إمتى محتاجين ندخل أكسجين؟ يعني لو تقول لنا أكتر عن طاقم العمل. طبعا كل الطواقم العاملة هناك، أولا قبل كل شيء أربعة طواقم هي التي تم تجهيزها بقنينات الغاز على ظهرها، وهي التي دخلت. أشاهد الآن في هذه اللحظة ربط حبل طبعا حبل متين بجرافة. الآن يتم تعمل عناصر الإنقاذ والحماية المدنية على ربط حبل بجرافة، ومباشرة حبل طوله حوالي 200 إلى 300 متر. الأكيد أن هناك عملية لنقل الأتربة من داخل النفق الإسمنتي، لأن رجال الفرق الإنقاذ التي دخلت وهي مجهزة بقنينات أكسجين، هم ثلاثة أشخاص إلى جانب شخصين آخرين هما خبيرين في عملية الحفر اليدوي. وكذلك بالقرب من الممر هناك طاقم طبي مجهز يتابع لجهاز الوقاية المدنية المغربية، وهو مستعد للتدخل في أي لحظة، لكنه بقي ينتظر الأوامر في حالة حدوث مكروه، وهذا لا قدر الله. طبعا الأكيد أنني أشاهد الآن طبعا أشاهد الحبل يتم ربطه من جديد، وهناك عملية استخراج شيء ما لا أعرف ما هي، لأن طبعا الإعلاميين وجميع الزملاء يبتعدون كثيرا عن مكان الحفر وعن المكان النفق. الأكيد أن هناك طبعا يتم زرع شيء ما، لكن العمل مستمر نقدر نقول. طيب سيدة سعيد، في أنباء بتقول أنه خلال ساعات قليلة جدا هيخرج الطفل ريان بسلامة الله، هل عندك تأكيد للموضوع ده؟ يمكن حضرتك بتقول دلوقتي أنه احنا خلاص اقتربنا من المتر أو متر ونص من الطفل، فهل في تأكيد مثلا خلال ساعة ساعتين ثلاث ساعات بالكثير يكون خرج؟ نعم، المدة المتبقية على أقل تقدير لن تفوت ساعة أو ساعة ونصف فقط، لأن طبعا فرق الإنقاذ وحسب المعلومات الموجودة وضعت يدها على جانب وممر ساعدها كثيرا بفعل وجود أتربة
أتربة مبللة في المياه قليلا، وهي أتربة سهلة الاستخراج، مما يعني أن العملية في الأمطار المتبقية لن تستغرق أكثر من ساعة ونصف. إذا هناك ترقب كبير جدا وصول الآن مسؤولي محافظة شرشاون شمال المغرب، الآن يصلون إلى الممر، إلى كل ممر، ربما هناك العملية اقتربت. أشاهد بعض الصفائح التي يتم نقلها، نعم، قنينة أخرى يتم نقلها، ومبرد كبير، نعم، الآن وصول الآن للمسؤولي المحافظة، صحيح، محافظة الإقليم. نعم سيد سعيد، يعني قلوبنا معاك، وإن شاء الله نطمن ونطمن كل مشاهدينا على ريان، وربنا إن شاء الله يسلمه ويطمن أهله وقلب أمه وأبوه عليه إن شاء الله، ويعني نشوف بإذن الله خروجه من هذا البئر بألف سلامة، ونطمن على حالته الصحية بإذن الله. هنكون مستمرين مع حضراتكم في نقل أخبار الطفل ريان في المغرب أول بأول بإذن الله.